اهلا بكم في اخر محاضرة لنا الترم ده ان شاء الله بعنوان Ophthalmic Disorders، وهي الامراض اللي ممكن تصيب العين وممكن الصيدلي بيتعامل فيها. نتكلم عن ثلاثة common disorders، وهي ال dry eye جفاف العين، ال allergic conjunctivitis وهو التهاب الملتحمة التحسسي، والايليد ديسوردرز هي الامراض اللي ممكن تصيب الجفون. الصيدلي ليه دور مهم في الاوفثالميك ديسوردرز. هو ممكن ان هو يعمل تشيك للبيشنت كومبلاينس، لو هو مكتوب له في بريسكريبشن اي دروبس او اينتمنتس معينه لديزيز محتاج ان هو كان يشوف فيزيشن وكتب له بريسكريبشن، وممكن ان هو يعلمه ازاي ياخد الاي دروبس بشكل كوركتلي، او لو كان في اي اوينتمنت مكتوب ازاي برضو يحصل administration بشكل مظبوط without loss of the dose. وفي نفس الوقت هو ممكن يكتشف ان لو حصل complications للcondition اللي رايح لها البيشنت للفيزيشن ممكن هو يقدر يكتشفها. عودنا ان احنا لازم كصيادله يكون عندنا overview او على الاقل basic knowledge عن الاناتومي، عن الديسوردر اللي بيصيب جزء معين في جسم الانسان. اول حاجه هنتكلم عنها وهو الايليدز، بما اننا هنتكلم عن الديسوردرز الخاصه بيه. الايليدز ايه وظيفتها؟ بيكون بروتكتيف اجينست الاكسسيف لايت، وبتحمي العين من الدخول اي فورن بودي، وفي نفس الوقت ليها دور ان هي تعمل سبريدنج للوبريكيتنج سيكريشنز اللي بيحصل لها سيكريشن ناتشرالي من الاي. الاي لاشز وهي الرموش، ودي برضو ليها دور في البروتكشن. عند البيزل layer of the eyelash بيكون في sebaceous ciliary glands، وده برضو هي بتعمل release للlubricating fluid. لما بيحصل infection في الجزء ده او في eyelashes او بالذات في ciliary glands دي بيسبب لنا مرض اسمه styes، وده هنتكلم عنه. الconjunctiva وهي الملتحمة، ده جزء شفاف بيكون thin continuous mucous membrane، وده بيكون covering the eyelid والsclera. السكليرا هي الجزء الصلب من العين. ايه دوره؟ ده برضو بيكون لي protective function، ولما بيحصل dilation او congestion of the blood vessels في الجزء ده بيسبب احمرار العين. تكملة للاناتومي، السكليرا والكورنيا. السكليرا دي بتبقى هي الجزء الصلب من العين اللي هو البياض، وده بيدي للعين الشكل والصلابة بتاعتها، وليها دور برضو في regulation of light. بس احنا بنحاول ناخد بس just a glimpse على الفانكشن او النورمال فانكشن of each part، مش قضيتنا احنا، بس مهم ان احنا نفهم في المجمل الاناتومي. الايريس والبيبل والسيليوري بودي. الايريس ده هو الجزء الملون اللي في العين، والفانكشن الاساسي بتاعه برضو بيكون regulation amount of light. طيب الايريس ده بيكون attached للسيليوري بودي. السيليوري بودي ده بيعمل holding the lens، وفي نفس الوقت بيعمل production لwatery solution. ايه الووتر سوليوشن دي؟ ايه وظيفتها؟ بتعمل زي نوع من المويستر حوالين العدسه، حوالين اللينز. ليها اكزيت، الاكس ده لو حصل له بلوكج بيرفع الانترا اوكولار بريشر اوف ذا اي. كصيدلي ان انا اخد هيستوري وبعمل اي اكزامينشن، لازم التفت لحاجات مهمه جدا. ان انا هسال عن تغير النظر للبيشنت، هل في مشكله فيه؟ لان دي بتكون من الكيسز اللي بتحتاج ريفيرال. هل في نوع من الديسشارج؟ هل في حاجه بين يعني البيشنت مش قادر يستحمله؟ كل الاسئله دي جنرال كويستشنز لما اجي اسال عن اي اي ديس اوردر. انما لما هنتكلم عن الامراض اللي هنتكلم عنها في المحاضره دي هيكون كل حاجه ليها اسئلتها الخاصه بيها اللي هتقدر توصلك للابروبريت دايجنوزس. طيب برضو لازم نسال سؤال مهم قوي، هل في فاميلي هيستوري للجلوكوما؟ هل في اي يعني سابق حادثه مثلا في عيله المريض ان كان في حد من القرايب او من حد من الفيرست ديجري ريليتيفز عنده زياده في الانترا اوكولار بريشر؟ دي برضو بتكون حاجه مهمه، لان ده بيكون انديكيشن ان المريض ما يخشش في كومبليكيشنز في منتهى الخطوره. طيب وعيك بالاسئله دي هيقدر يديك الصوره الكامله امتى to contribute وto intervene، وتبتدي تطلع انت product او eye drops او ointments او هتدي حتى نصيحة، وامتى انك انت تقول ال patient you should refer to your ophthalmologist. examination
ايه ده، احنا كصيادله هنفحص العين؟ يس يو هاف تو. الكتب بتقولك انك انت كصيدلي ممكن من حقك انك انت تبص على عين المريض، مش غلط، مش هتخاف يعني، بس لازم نمره واحد انك انت تاخد الاكسبتابيليتي من البيشنت، يو هاف تو جين ذير كونسنت، موافقته ان هو فعلا موافق انك انت تقرب منه وتشوف عينه. في 3 بيسك ستابس لازم تشوفهم وانت هتفحص عينه. لازم انك انت تسأله هل في اي مشكلة في حدة بصره، هل في اي مشكلة في الرؤية. هتفحص العين ازاي؟ هيكون معاك توش صغنونة كده اللي هي زي ما بنشوفها في العيادات، او لو موبايلك فيه اضاءة بتوجهها بس ناحية العين لمجرد انك انت عايز تشوف حاجة سريعة. اللي هي ايه؟ هتشوف الحمار بتاع العين لو في احمرار، هتشوف الاستجابة للضوء، لان في بعض الاحيان او في بعض الامراض هتلاقي ان البيوبل استجابتها من ناحية الميوزس والميدريازس دي بتكون للضوء بتكون مختلفة، بيكونش العينتين بيدونا نفس الاستجابة في نفس الوقت، وده بيكون انديكيتنج لامراض تانية بتكون محتاجة كويك ريفيرل. وده معنى كلمة اللي هي الفيجوال اكيوتي اللي هي حدة البصر. والتشيك البيوبل رياكشن زي ما قلنا ان هي الميدريازس والميوزس. طيب واي قبل ما اعمل اي حاجه او اقرب من المريض، اول حاجه هغسل ايديا طبعا، وهتقعد بمستواك لازم تكون قعدتك نفس مستوى عين المريض علشان تعرف تشوفه بشكل مظبوط ومناسب. اول disorder هنتكلم عنه هو الدراي اي، وهو جفاف العين. دي حاجه بتكون frequent، بتحصل ساعات، بيبقى فيه irritation، فيها varying degrees من الديسكومفورت، وده بيخلي البيشنت مش قادر ان هو يستحمل ولازم يروح يشوف اي ميديكال كير او يسأل الفارماسيست لو هو الموضوع بسيط mild case. بس لازم نكون عارفين حاجة ان الكونديشن دي chronic، يعني الشخص اللي بيكون عنده قصة الدراي اي دي ممكن تلازمه، بتبقى تروح وتيجي بس هي موجودة ما بتروحش على المدى القريب، يعني مش بالعلاج خلاص راحت، لا هي هتتحسن بس هترجع تاني ترد على المريض. طيب ايه سببها؟ الـ exact prevalence of dry eye بيكون unclear، يعني انا مش هقدر احدد امتى هتحصل، ولكن هي في most case بتحصل دايما في الـ old age، يعني في العواجيز. ليه؟ نتيجة ان بتكون اللاكريمال سيكريشنز بتبتدي تقل ناتشورالي ديو تو ايجينج، وممكن يكون بسبب ادوية بتتاخد زي ما هنتكلم بعد كده عن الايتيولوجي اوف ذس ديس اوردر. وفي بعض الدراسات بتقول ان هي مور كومن ان ويمن مور ذان ان مان. فوكس بقى عن اسباب الدراي اي، هو بيكون reduction في التير فوليوم، سواء كان في كمية الدموع او كمية السوائل اللي بتفرز من العين، او ممكن يكون بسبب الالتريشن، تغيير في التير كومبوزيشن، تغيير في الكومبوزيشن او تكوين الدموع، كل ده ممكن يسبب الدراي ايز. طيب الريدكشن ممكن يكون سببه ايه؟ ان في زيادة في الايفابوريشن من الاي، او في زيادة في loss of the tear، او يكون في already decrease in tear production by the lacrimal gland. طيب هو ايه حتة التير composition دي عشان نفهمها؟ ايه تكوين الدموع؟ يعني التكوين بتاع الدموع ده بيكون complex، هي بتكون عبارة عن ان هي 3 layers. ال innermost اللي هي الميوسين layer، يعني بتبقى ليها secretions بتكون viscous، وده بيكون allows the tear to adhere to the conjunctival surface. ال middle aqueous layer بيكون 90% بتكون ال tear thickness، بس بتكون ال composition بتاعها aqueous مش mucous. اما ال outermost layer بتكون lipid، دهنية شوية، وده بيقلل ال evaporation بتاع ال aqueous او اللي هي ال middle layer. يبقى كده احنا فهمنا ال composition اللي هو النورمال، فلو حصل فيه اي تغيير هو ده اللي ممكن يؤدي للدراي اي. طيب لو اي ريدكشن في اي لاير من التلاتة لايرز اللي احنا قلناهم ده، هيكون حتميا هيؤدي للدراينس.
طب هو اوريدي هيحصل ريدكشن ليهم ازاي؟ عن طريق الديكريز اوف الجوبلت سيلز. ايه هي الجوبلت سيلز دي؟ اللي هي المسؤوله عن البرودكشن اوف الميوسين او الميوكس عامه في جسم الانسان. الايتيولوجي بتاع دراي اي. طب انا عايزه اعرف ايه الاسئله المتخصصه اللي المفروض اسالها للبيشنت عشان توضح لي حقيقه المشكله. هل المشكله متكرره؟ هل بقالك مثلا 3 شهور بتشتكي من الدراي اي؟ هل في سنسيشن ان في مثلا زي ترابه في عينك؟ لان ده دايما ده الكومن كومبلين اوف بيشنتس، ان هو حاسس ان في تراب في العين. ده احساس مش اكتشوال، يعني مفيش فورين بودي اكتشوال، ولكن هو احساس. طيب في حاجات بتسبب يعني بتسوق الموضوع زي ايه؟ لو الشخص ده تعرض لجفاف في الجو طبعا الكومبلين بيكون اسوأ، او لو في ويند رياح او تراب او مكان فيه دخان، كل ده بيعمل وورسنينج للكيس. في اسوشيتد سيمتومز المفروض نورمالي ما بيبقاش فيه اذر سيمتومز للدراي اي، انما لو البيشنت اشتكى ان في كمان دراي ماوث، يعني معنى كده ان في اذر ميوكس ممبرين حصل فيها دراينس، يبقى معنى كده ان في مشكله خاصه، سواء كانت due to medication، اي medicine قلل ال secretions of the mucus، او ممكن يكون سبب مرض autoimmune disease. طيب ال amount of the tears برضو انا ممكن من حقي ان انا اسأل عنها ال patient. لما ال patient هو بيشتكي من ان فيه watery eyes، يعني معنى ايه؟ ان هو عينه دايما فيها مية، بس بالرغم من كده هو بيشتكي من الاريتيشن ومن الحكة وان في ساند، وهو المفروض ان هي اسمها دراي اي، بس ازاي اشتكي من نفس الكومبلينز بتاعت الدراي اي وفي ووتري سيكريشنز؟ لو في ووتري سيكريشنز في الاي وفي شكوى من نفس الكومبلينز بتاعت الدراي اي، لازم اشوف مرض اسمه الاكتروبيون. الاكتروبيون ده من ضمن الحاجات اللي فعلا بتكون سبيشالايزد فيه، ان هو نفس الاحاسيس بتاعت الدراي اي، ولكن الفرق الوحيد ان العين ما بتكونش جافه، بالعكس ده العين بيكون دايما كانها فيها دموع. طيب تعالوا نعمل نفوكس اكتر عن الكلينيكال فيتشرز. احنا اتفقنا ان بيكون في ديكريز في التير برودكشن، هيكون في اريتيشن، هيكون في بيرنينج سنسيشن، ولكن من الحاجات المميزة للدراي اي اللي هو ما ينتجش عن ميديكيشن او عن ديزيز معين، او اللي هو المايل كيسز، ان هو هيكون الافكت على البوث ايز، يعني هيلاقي ان المريض بيشتكي من جفاف العين في البوث ايز، ولكن مش عين واحدة، تمام؟ ولو حصل رابينج وايتشينج هنلاقي ان بدأت الكونجنكتيفا تحمر، الملتحمة بدأ يبقى فيها احمرار نتيجة دعك العين المتكرر، وبدأ يبقى فيه حرقان في العين. انما في المايل كيسز اوف الدراي اي والشخص لسه بيعالجها وما حصلش فيها worsening، هنلاقي الكونجنكتيفا سليمه، تمام؟ والبيشنت بتاع الدراي اي هيشتكي دايما ان هو بيجيله العرض ده بيروح وبيجي، بيتحسن وبيسوء. احنا عرفنا السيمتومز وعرفنا الكلينيكال فيتشرز، تعالوا نروح للجزء اللي دايما الفارماسيست ياخد الريد لايت كده ان هو تو ستوب، ولازم هي شود ريفير، بس بعد ما يكون سأل الاسئله المتخصصه اللي تقدر توصله للابروبريت دايجنوسيس. وين تو ريفير فور دراي اي سيندروم او دراي اي سيمتومز؟ ميديسين انديوسد دراي اي زي ما قلنا في الكويستشنز، واحنا بنسال ان لو كان في مريض بياخد أدوية معينة انت كصيدلي عارف ان من ضمن السايد افكتس بتاعتها ان هي ممكن تسبب الدراي اي، في الحالة دي لازم انك انت هتنصحه وتقوله انك انت تروح للفيزيشن بتاعك بحيث ان هو يعدل لك الثيرابي اللي انت بتاخدها دي. طب ايه هي الأدوية اللي ممكن بتسبب الدراي اي؟ دي تذكرة ليكو، انما المفروض ان انتوا درستوها اكيد في الفارماسيوتيكال او درستوها في الفارماكولوجي. الدايوريتكس، الانتيكولينرجيك دراجز، الترايسايكليك انتي ديبريسنتس، الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي، الاندروجين انتاجونست، البيتا بلوكرز، السلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتورز. دي الكاتيجوريز اوف دراجز اللي معروف عنها اللي ليها كومن سايد افكتس اوف كوزينج دراي اي.
ايه الـ OTC products اللي احنا ممكن نستخدمها for management of dry eyes. mainly انا عندي مشكلة في production of the tears او مشكلة في الـ tears composition، يبقى انا محتاجة حاجة تعوض لي الدموع اللي فقدت او الدموع اللي هي حصل تغيير في التكوين بتاعها، فهستخدم الـ artificial tears واللوبريكيتنج اوينتمنتس. انا محتاجه حاجه تعمل سوذنج للاي علشان تشيل منها الاحساس بتاع الساند او التراب اللي بيكون جوه العين. طب بالنسبه للبرودكتس بتكون معظمها معمول من ايه، او ايه الكومبوزيشن بتاعها، ايه الاكتيف انجريدينتس؟ بتكون معموله من بوليمرز. بوليمرز دي مينلي في منها سينثيتك في منها سيمي سينثيتك، زي الكارميلوز زي الهيدروكسي بروبايل سيلولوز، ممكن في حاجات بتكون معمولة من الصوديوم هيالورونيت. كلهم بتجمعهم خاصية واحدة ان هما they can form a gel in contact of the eye، وفي الحالة دي هيعمل lubrication للآي ويعمل عليها film protective film over the eye. طيب ايه البرودكتس اللي موجودة في السوق المصري؟ انا جبت شوية trade names، طبعا في كتير ممكن تعملوا check في الصيدليات او تشيك على اي ابلكيشن تشوفوا الحاجات الموجوده في السوق المصري اللي هي فيها الكومبوننتس دي، سواء كان الهايبروميلوز او البوليفينايل الكحول، الكارميلوز، الكاربومر، الصوديوم هيالورونيت، والوول فاتس. الوول فاتس اللي هما الليكويد بارافينز، لو بس انتم مش عارفين هما الاسمين معروفين، الوول فاتس او البارافينز بيكون ليهم دور ان هما بيعملوا موستشر امبارتنج للاي، زيهم زي الهيدروكسي بروفايل سيلولوز. الحاجات دي كلها in contact مع الاي هتعمل swelling وبتعمل formation of الجل. طيب الاسامي دي موجودة في السوق المصري لو انتوا عايزين ان انتوا تشيك عنهم في الصيدلية. ايه الميزة بتاعتهم؟ زي ما قلنا ان هما they possess film forming and emollient properties. على فكرة البوليمرز دي كمان بتستخدم كاكسيبيانت في الكنترول دراج ديليفري سيستمز، يعني لو احنا اخدنا او عندنا فكرة عن الكنترول دراج ديليفري سيستم بيتحط فيها ايه اكسيبيانت، بيتحط فيها البوليمرز دي لان دي بتأخر الريليز اوف ذا دراج او بتعمل له كنترول. طيب ايه الديس ادفانتج؟ ان هي ما بتفتحش الويتنج اوف ذا اي مع الوان ابلكيشن، يعني مش انا حطيت وان دروب خلاص انا طول اليوم مش هشتكي من جفاف العين، لا ممكن تحتاج انك انت كل ساعة تحط النقطة من القطرة او من الجل علشان يحصل الكمبليت ريليف. طيب ناخد شوية كومنتري عن البرودكتس اللي موجودة في السوق. البرودكتس اللي هي بيكون فيها البولي فينايل الكحول بكونسنتريشن اعلى شوية 1.4% هتلاقوها ان هي بتستخدم بفريكونسي اقل من اللور كونسنتريشنز. ليه؟ لان في الكونسنتريشن دي بيكون بتعتبر كانها فيسكوزيتي امبارتنج، هتدي فيسكوزيتي للنورمال تيرز الموجوده، تمام، وبيكون ليها نفس السيرفيس تنشن اوف ذا نورمال تيرز، فهيكون ليها نفس الويتابيليتي بروبرتيز اوف ذا نورمال تيرز. يبقى في الحاله دي البيشنت مش هيضطر ان هو كل ساعه يقعد يحطها، لا جاست 4 تايمز بير داي. مين الموجود في السوق بالكونسنتريشن ده في السوق المصري؟ ليكويد فيلم تيرز. طبعا هي يعني بره مصر وجوه مصر، بس عشان احنا بيبقى عارفين ان احنا هننزل صيدليات هنا وبنتمرن فبنحاول نجيب البرودكتس اللي موجوده في السوق المصري. طيب نفس القصه، التعليق على الهايبروميلوز بيكون يعني ما فيش قوي عليه دراسات كتيره ان هو بيكون ليه افيكاسي كومبيرد للبولي فينايل الكحول، ولكن هو برضو بيستخدم من ضمن البرودكتس اللي ممكن تكون موجودة تحت ايدك في الصيدلية تطلعها كOTC برودكت للدراي اي. طيب الكاربومر بيكون ليهم better tolerance، يعني البيشنت ممكن يكون يعني يستخدمهم safely اكتر من البوليفينايل الكحول. نكمل تعليقاتنا عن البرودكتس الموجودة في السوق، مقارنة كده ما بين اللي هي البرودكتس اللي بتدينا هي viscosity وما بين البرودكتس اللي بتستخدم اوريدي في صورة جل. لقوا ان الاثنين ايكولي افكتيف، يعني عشان ما تقولش ان الجل مور افكتيف ذان الاي دروبس، لا الاثنين ليهم نفس الافكتيفنس. طيب بالنسبه للصوديوم هيالورونيت اللي هو موجود في السوق باسم السولو فريش، ده اتعمل عليه ترايلز كتير ولقوا ان هو بيقلل من السيفيريتي اوف ذا سيمتومز. دي ميزه، ده بس ده مش معناه ان انا هستخدم ده وهشيل الباقي، تمام. احنا بناخد كومنتري على برودكتس موجوده اوريدي في السوق، احنا مش بنغطي كل برودكت بس بنحاول ناخد التعليقات اللي هي فعلا كاركترستيك لكل برودكت موجود في السوق، انما هم كلهم
interchangeable، ممكن تستخدم ده على حسب ايه، على حسب طبعا البرايس، على حسب البريفيرابيلتي بتاع ذا بيشنت، او لو خلي بالك ممكن يكون بيشنت استخدم حاجه قبل كده ومحتاج ان هو يغيرها، والا مش هيستخدم اي دروبس تانيه او مش هيستخدم حاجه ارتفيشال تيرز تانيه. فانت بتحتاج انك انت تشغل مخك تغير البرودكتس اللي انت بتطلعها علشان البيشنت يبقى كومبلاينج للثيرابي اللي انت بتديها له. طيب مقارنة برضو الكاربومر اللي هو موجود في السوق باسم تايلو تيرز، والبرودكتس اللي بيكون فيها الكاربوكسي ميثايل سيلولوز اللي موجودة في السوق باسم اللاكريك تيرز، برضو كلهم ايكوالي افكتف. دي كومنتس كده عن البرودكتس اللي موجودة في السوق فور مانجمنت اوف دراي اي. السلايد بس هتدينا تلخيص اللي احنا قلناه، ان الهيبروميلوز ده بيعتبر هو الفيرست لاين لو انت عايز تبتدي تطلع للبيشنت ما اخدش اي برودكت خالص للدراي اي، تبتدي بالبرودكتس اللي هي فيها الهيبروميلوز لان هو اكتر حاجه هتعتبر سيف وفي نفس الوقت هو تشيب. النيور برودكتس بتكون اغلى اللي هي بيكون ليها بيتر ويتنج كاركترستكس. فانت لو انت بتقارن من ناحيه الافيكاسي هو افيشنت ولكن هو less than the newer products، بس هو affordable يعني يقدر البيشنت يشتري لان هو سعره مش غالي. ولكن مقارنة بالحاجات اللي هي new products اللي احنا قلنا عليها زي sodium hydronate، لا هما effective اكتر، بس المقارنة في البرايس. برضو من ضمن ملخصنا اللي احنا قلناه عن management of a dry eye، الحاجات دي ما بيحصلش فيها اي interaction مع اي drug تاني، فبالتالي ملهاش سايد افكتس. الهيبروميلوز بتركيز 0.3% هو ده اللي بيستخدم كنون بريسكريبشن ميديسن، وقلنا ان هو يعتبر هو الفيرست لاين مقارنه بالنيور برودكتس. بيحتاج انك انت تحط اورلي او ممكن كمان كل نص ساعه، يعني مش كل ساعه بس، لا ده كل نص ساعه اتليست في بدايه الدوزنج، يعني لسه المريض بدا يستخدمه ممكن يضطر يحط كل نص ساعه او ساعه عشان يعمل امبروفمنت للسيمبتومز. واتفقنا ان هما كلهم فارماكولوجيكال انيرت بدليل ان هما اوريدي البوليمرز دي بتستخدم كاكسيبينت في دراج ديليفري سيستمز تانيه، فده يديك كاطمئنان وانت بتطلعهم او بتصرفهم، بلس كمان ان هما بيكون الكونسنتريشنز بتاعتهم كمان قليله، فتقدر توصفهم سيفلي بمنتهى الامان للبريجننس او البريست فيدينج وومن. احنا اتكلمنا عن اللي هم البوليمرز اللي النيتشر بتاعتهم كاربوكسي ميثايل سيلولوز، وقلنا ان هم very safe وممكن يستخدموا لأي جروب من البيشنت. وفي منهم زي الليكويفيلم تيرز دي بيكون في منها preservative free formulation، ودي اقدر اديها لأي تايب من البيشنت، لان ساعات الاي دروبس اللي بيكون عليها preservatives زي البنزالكونيوم كلورايد دي بتكون بتسبب بعض المشاكل للبيشنت. طيب الكاربومر اللي هو بيعتبر بوليمر وباكريليك اسيد بيستخدم بدوز او بكونسنتريشن 0.2%، بيتحط 1 دروب، بيستخدم ابلايد 3 to 4 تايمز بير داي ديبندنج على البيشنت نيد. الكاربومر بس ليه يعني تحفظ ان في بعض الداتا بتقول ان هو يستحسن ما يستخدمش مع البريجننت وومن اور اللاكتيتنج وومن، ولكن هي الداتا بتكون انسفيشنت. ولكن خلينا في السيف سايد، انا عندي برودكت تانية عبارة عن ان هي ميثايل سيلولوز بيزد بوليمرز، يستحسن هما دول اللي انا استخدمهم وابعد عن الكاربومر في حالات البريجنسي او اللاكتيشن. طيب في برودكتس بتكون بريزرفتيف فري وفي برودكتس فيها بريزرفتيف زي ما قلنا، اللي هو البنزالكونيوم كلورايد ده بيكون كاتيونيك سيرفاكتنت وبيتحط كبريزرفتيف في الاي دروبس، زي ايه؟ زي التيرز ناتشرال دي بيكون موجود فيها البنزالكونيوم كلورايد. هي نفسها ممكن تكون مسببه للاي اريتيشن، يعني بريزرفتيف ممكن يكون نفسه هو سبب ان السيمبتومز بتكون اسوا. في الحاله دي هتعمل ايه؟ ووتش ذا سيمبتومز، هتنصح المريض لو انت وصفت له قطره وفيها البريزرفتيف ده فانت بتنصحه ان هو يعمل ووتشنج للحاله بتاعته. لو في مع استخدام القطرة في احساس بالإيريتيشن بيزيد بلس كمان الإيريتيشن اللي هو نتيجة المرض نفسه، لا فهتقوله بلاش ما تكملهاش وتبتدي تطلع له البريزيرفاتيف فري فورميوليشن. طبعا اعرف منين الليفلت مكتوب عليها بتاعة اي برودكت انت بتطلعه؟ لو هتلاقي موجود فيها البنزالكونيوم كلورايد فمن فضلك هتدي التحذير ده.
الصوديوم هيالورونيت اللي هو موجود في السوق باسم السولو فريش، الدوز بتاعته بتبقى بتستخدم على حسب ما البيشنت بيحتاج، وقت ما بيرتاح او وقت ما عينه بتكون خلاص حصل لها الواتنج المطلوب خلاص اتس اوكي، يبقى كده كافي، انما ملوش ليميت في الاستخدام. طيب الجدول ده فيه تجميع للبرودكتس اللي ممكن بتوصفها في حالة الدراي اي، ده موجود في التكست بوكس وبيبقى لطيف ان هو مجمع البرودكتس كلها. المديسنز عندنا زي ما قلنا الهايبرميلوز والكارميلوز، الكاربومر في من 940 980، هنلاقي الارقام دي متغيرة ولكن it should be within certain range، وياريت برضو تدوروا ليه الارقام دي او ايه الانديكيشن بتاعها. البوليفاينيل الكول، الوول فاتس اللي هو قلنا البارافينز الليكويد بارافينز، الهايلورونيت. البرودكتس دي لو حالة child بيشتكي من الدراي اي المفروض دي بتعتبر رير كيس، فما ينفعش يجي لك طفل صغير بيشتكي من الدراي اي لان في الحالة دي هي should be referred. طيب هل في سايد افكتس لو انا عملت ابليكيشن للبرودكتس دي؟ هي مجرد بيرنينج بس ساعة ما ممكن تحصل انك انت زي بيكون لسعة كده ساعة ما بتحط الاي دروبس في العين، ولكن لو بتروح ما فيهاش مشكلة، انما لو هي بتكون بيرزيست يعني ستيل موجودة الاحساس بتاع البيرنينج سنسيشن ده، لا يبقى في الحالة دي ما تستخدمش. بس لازم برضو ان احنا ندي انديكيشن للبيشنت ونقول له ان ممكن يحصل الستينجينج. الستينجينج افكت ده حاجة مقبولة، ان اللسعة ساعة الابليكيشن اوف الاي دروبس تو ذا اي، تمام. وطب اللسعة دي بتحصل مع مين؟ مع الكاربومر والبوليفاينايل الكول. طيب هل في دراج انتر اكشنز؟ نو، احنا اتفقنا ان الحاجات دي كلها انرت ملهاش اي انتر اكشن مع اي دراج. طيب هل في بيشنت كير في الحالة دي؟ لا، ما فيش مشكلة خالص، لا ما فيش ولا كونترا انديكيشن ولا في اي حاجة هنقولها للبيشنت خد بالك منها او بريكوشنز، الادوية دي very safe او الاي دروبس دي بتكون very safe. وبرضو نفس الكلام اللي قلناه ان هي في البريجنسي والبريست فيدينج بتكون it's okay وممكن ان انت توصفها بمنتهى البساطة، ولكن احنا اتفقنا ان الكاربومرز بالذات اللي هو عليه insufficient data بتقول انه يستحسن بلاش، انما باقي البرودكتس كلها عادي جدا تتوصف عادي جدا for pregnant and breastfeeding women.